انتوا عارفين الان الضغط حق الماكينه اللي هي الدينونج ديتكا ضغطها 15 بار، وهذا الشيء بيضر طعم الاسبريسو بشكل يعني بشكل واضح، بيخلي فيه طعم مراره. انتوا عارفين انه الان الضغط المثالي للاسبريسو 9 بار، من 9 الى 11 بار. اذا زاد الضغط عن هذه البارات، اذا مثلا 12 13 14 15، طعم القهوه بيكون مر، بيبرز فيه طعم المرارة. ونفس الحاجة إذا الضغط قل 7 6 5، بيبرز في القهوة طعم الحموضة. فالآن باريستا وليد جرب طريقة أمس إنه غير ضغط الماكينة بطريقة ما من الداخل، وخلاها تنقص إلى تقريبا 9 بار 10 بار. فقلنا ليش لا، فهذا شيء حلو صراحة. إذا تعدل الضغط يعني وطعم القهوة صار أفضل، هذا بيدينا آلة احترافية نتعامل معها. يعني احنا الآن عندنا التبخير في الديدكا يعتبر ممتاز، يعني تبخير أقدر أبخر كل المشروبات اللي أبغاها أقدر أرسم فيها، لكن المشكلة الوحيدة اللي عندنا هي في الاستخلاص. فإذا تعدل الاستخلاص بتصير معاي آلة احترافية تقريبا. فخلينا الآن أستخلص كوب عادي يعني بنفس الإعدادات هذه بنفس الضغط هذا، أبحط 17 جرام وبستخلصها 34 ملي. بعدها أبعدل الماكينة من جوا على تعديلهم يعني، وبعدين بستخلص مرة ثانية وبنشوف، هذا يفرق الطعم فرق واضح يعني، بنحكم الطعم لأنها طريقة ما هي مثبتة يعني، ولا إنه من نفس مثلا الشركة قالوا كذا، لكن هذه مجرد تجارب شخصية. لكن زي ما تعرف إن الطاحونة أهم شيء، فإذا أنت عندك طاحونة احترافية راح تطلع بنتيجة أفضل بكثير من أي طاحونة مثلا زي دونجي، لأن الطاحونة هي تعتبر أهم من الآلة. لو كانت طاحونة غالية وآلة مثلا زي ديتكا تديك نتيجة ممتازة، لو عندك آلة غالية لكن طاحونة سيئة ما راح تحصل على نتيجة. فأنا ممكن ما أقدر أحكم بشكل واضح من التجربة هذه، لكن خلينا نجرب إيش خسرانين. طبعا راح أستعمل نفس البن ونفس الطحنة عشان يكون يعني الحكم يكون واضح. طبعا هذه السلفادور من كفة، انا امانه شكلي بعتمدها خلاص، لانه مهما جربت صراحه محاصيل مع مطحن الديلونجي ما لقيت افضل من محصول سلفادور من كفه مع الطاحونه هذه. طبعا انا كلامي كله على الطاحونه هذه. وهذه دحين 17 جرام تقريبا، فراح اوزعها فك التكتلات، والكبس بحاول اخليه قد ما اقدر انه نفس الشيء يعني، لأن الكبس يفرق في الاستخلاص بشكل كبير في الطعم كمان. نكسر التكتلات الخفيف. ليش اخترت 17 جرام؟ لأني أمس استخلصت في 18 جرام وحسيت إن الطعم شوي يعني مايل لمرارة، فقلت أخليها 17، الطعم بيكون أفضل شوية. كبس خفيف. طيب الآن نجرب الاستخلاص. طيب نشغل الاستخلاص بسم الله، راح أبدأ الوقت تلقائي بيدي. شغلت الوقت، زي ما تشوف الاستخلاص ممتاز، كريمة ممتازة يعني أفضل من استخلاص أمس بشيء بسيط. طيب زي ما تشوف النتيجة كريم ممتازة، قوام جدا ممتاز. الوقت كان 23 ثانية، 34 ملي نزلت. نجرب الطعم ونشوف كيف. طيب بسم الله، زي ما تشوف الكريم اختفت شوي، لكن هذا طبيعي جدا مع الوقت الكريمة تختفي. بسم الله، طعم جميل، حمضية ممتازة، ما هي حمضية مزعجة يعني ممتازة مع الحليب تطلع جدا جميلة. خلينا الآن نعدل على الضغط ونشوف كيف يطلع معنا. طبعا بخلي هذا على جنب إذا احتجت إني بعدين أرجع له يعني. طريقة التعديل، نشيل التانك اللي ورا، نحتاج نفك المسامير المسمارين هذه،
بحيث نفك الغطاء اللي فوق هذا. نفك صمام التبخير بالشكل هذا. تمام. الآن نسحب الغطاء لفوق وندف الورق بشكل بسيط ما ينكسر معنا. بغي ينكسر والله. يلا. طيب زي ما تشوفوا هنا في مسمار وهنا في مسمار. هذا المسمارين نحتاج نحلهم بس يعني نفكهم شوي بشكل بسيط. لفة لفتين ثلاث لفات. نفس الحاجة في المسمار اللي جوا. لفة لفتين ثلاث لفات. الآن أنا صراحة أشوف يعني منطقيا هذه الطريقة ممكن تنفع. ليش؟ لأنه هذه عبارة عن سوستر. الآن كل ما قويت السوستة على تحت كل ما قوي الضغط أو زاد الضغط، وكل ما رخيت المسمارين هذه السوستة راح ترخي، فبالتالي الضغط بيقل. طيب الآن هذا الشوت اللي بعد التعديل، الكريمة زادت بشكل ملحوظ يعني. من ناحية الطعم لسه ما جربته، خلينا نجرب الآن. فرق بشيء بسيط، الحمضية شوي زادت. أمانة هذا ثاني شوت أنا أطلعه بعد ما عدلتها، مش أول شوت. أول شوت نزل في 17 ثانية، هذا نزل في تقريبا 19 ثانية، وهذاك كان في 23 ثانية. فدحين عندنا شوتين نزلوا في وقت مقارب بعد تعديل الآلة. الشوت هذا في 19، اللي قبله في 17، وطعمهم تقريبا مقارب لبعض. هذاك كان شوي حمضية زايدة، هذا حمضيته أزود من ذا. طبعا أكيد بما أن الوقت أقل فالحمضية بتزيد، لكن المقصد من الكلام أنه عندنا شوتين مختلفة عن الشوت الأول، معناته أنه في شيء تغير في الآلة. أنا حرصت أنه يكون شوتين عشان يعني أكون منصف بقدر الإمكان. يمكن الآلة أو الطاحونة طلعت طحنات غير متناسقة، يمكن الكبس كان مختلف شوية، التوزيع كان مختلف، فحرصت انه يكون شوتين عشان يعني اقدر احكم مضبوط يعني. امانة الطعم تغير، الحمضية شوي زادت، الكريمة شوي زادت، فما ادري. انا اشوف صراحة انه مش ذاك الشيء اللي واحد يستاهل انه يفتحها ويعدلها، لكنها شيء بسيط يعني، تعديلها جدا بسيط ما ياخذ وقت. اعيد واكرر للناس اللي يقولوا انت على اساس مستند انه هذا الشيء بيقلل من الضغط. انا قلت لكم انه هذا مو من الشركة، أنا مجرد يعني بجرب. في ناس جربوا شافوا والله إنه يفرق في الطعم، فقلنا نجرب، إيش خسرانين؟ وفعلا فرق في الطعم، لكن ما أدري هل هو صح إنه اختلف الضغط ولا حاجة ثانية، ما أدري. لكن منطقيا بما إننا سوينا لوز للمسامير فيمكن حصل شيء في الضغط. عموما الطعم متغير، الكريمة متغيرة، فهذا الشيء ممكن يستاهل تفتحها وتعدلها على حسب انت ايش تبغى. انا اشوف انه فرق بسيط يعني، مو ذاك الفرق اللي يخليك تفتح الآلة وتعدل عليها.